بسم الله. تمارين حول درس ترتيب الأعداد الجذرية للسنة الثانية إعدادي. يلا أنقل التمرين التالي في دفتري. إكس عدد جذري، قارن ما يلي: 3 على 12 زائد إكس، و 7 على 8 زائد إكس، 2X ناقص 3 على 10، و 2X ناقص 7 على 4، وأخيرا ناقص 9 على 27 ناقص 3 إكس، وناقص 44 على 33 ناقص 3 إكس. يلا أنجز التمرين ثم سنلتقي بعد لحظات لمناقشة الحل معا. يلا أوقف تشغيل الفيديو ريثما تنتهي من إنجاز التمرين، سأنتظرك. صافي، حاولتي في التمارين، يمكننا نبدأ الآن. صحيح، مزيان، يلا على بركة الله. لنقارن 3 على 12 زائد إكس و 7 على 8 زائد إكس. الملاحظة الأولى التي يمكن نلاحظ هنا هي ماذا؟ انظر إلى المجموع الأول وإلى المجموع الثاني. نعم، هناك العدد الجذري إكس الذي يتكرر في المجموع الأول وفي المجموع الثاني. إذن بإمكاننا أولا القيام بماذا؟ نعم، يمكننا نقارن 3 على 12 و 7 على 8، وبعد ذلك نضيف إكس إلى طرفي المتفاوتة بعد إنجاز المقارنة. واضح؟ يلا ننطلق. عندنا 7 على 8 ناقص 3 على 12 تساوي، ما هو المقام واحد؟ نعم، أفضل مقام هو العدد 24، أو لا يمكننا نختزلوا القيمة 3 على 12 هكذا: 7 على 8 ناقص 1 على 4 بعد عملية الاختزال. عاد بعد ذلك نقارن القيمتين معا، إذن أو نوحد المقامين. المقام واحد هنا هو العدد 8، فتصل الكتابة هكذا: 7 على 8 ناقص ماذا؟ نعم، ناقص 2 على 8. كم يساوي الفرق؟ نعم، الفرق يساوي 5 على 8. الفرق كيف هو؟ فعلا الفرق اللي هو العدد 5 على 8 هو عدد موجب. إذن 7 على 8 كيف هو بالنسبة ل 3 على 12؟ صحيح، 7 على 8 أكبر من أو يساوي 3 على 12، نكتب ذلك. وبما أن 5 على 8 أكبر من يساوي 0، فإن 7 على 8 أكبر من أو يساوي 3 على 12. إذن ما هي المرحلة الموالية؟ نعم، سنضيف إكس إلى الطرفين. 7 على 8 زائد إكس أكبر من يساوي 3 على 12 زائد إكس. تبقي هناك خاصية في هذا الشأن، إذا أضفنا نفس العدد إلى طرفين متفاوتة فإن اتجاهها لا يتغير، وهكذا حصلنا على المقارنة التي نريد. نواصل. إذا لنقارن الآن 2X ناقص 3 على 10 و 2X ناقص 7 على 4. ماذا تلاحظ أولا في هذه الكتابتين؟ نعم، نلاحظ أن هناك عدد يتكرر في كتابتيهما معا، اللي هو 2X. إذا هذا نخليه حتى الآخر ثم نضيفه. إذا عندنا الآن سنقارن ناقص 3 على 10 وناقص 7 على 4، نشوفوا من منهما الأكبر من الآخر. غادي نحسبوا فرقهما. ناقص 3 على 10 مثلا ناقص ناقص 7 على 4 يساوي، نوحد المقامين، ما هو المقام واحد؟ صحيح، هو 20. إذن غادي نضربوا البسط والمقام في 2 بالنسبة للكسر الأول، بتعطينا ناقص 6 على 20، ناقص ناقص مع ناقص تعطينا زائد، إذن غادي نكتبوا زائد. 7 في 5 35، 4 في 5 20، ناقص 6 زائد 35 تساوي ماذا؟ نعم، تساوي 29، والمقام دائما هو 20. إذا الفرق كيف وجدناه؟ فعلا الفرق وجدناه موجب. إذا بما أن 29 على 20 عدد موجب، أي أكبر من يساوي صفر، فإن ماذا؟
نعم، فإن ناقص 3 على 10 أكبر من أو يساوي ناقص 7 على 4، هكذا ناقص 3 على 10 أكبر من أو يساوي ناقص 7 على 4. يلا، ما هي المرحلة الموالية؟ نعم، نضيف 2x إلى الطرفين، ومنه فإن 2x زائد ناقص 3 على 10 أكبر من يساوي 2x زائد ناقص 7 على 4. إذا أضفنا نفس العدد طرفي متفاوتة فإن اتجاهها لا يتغير، أي 2x ناقص 3 على 10 أكبر من يساوي 2x ناقص 7 على 4. وهكذا حققنا المقارنة التي نريد. واضح؟ لنقارن الآن ناقص 9 على 27 ناقص 3x و ناقص 44 على 33 ناقص 3x. يلا، شنو هي الملاحظة اللي يمكن تسجل هنا؟ مزيان، كاين تاني هنا مرة أخرى العدد ناقص 3x يتكرر في كتابة الفرق الأول وكتابة الفرق الثاني، متفقين؟ يمكن لنا نخليه حتى النهاية. نقوم أولا بمقارنة ناقص 9 على 27 وناقص 44 على 33، ثم نضيف ناقص 3x أو نطرح نطرح 3x من الطرفين. يلا نبدأ ذلك. لدينا ناقص 9 على 27 ناقص 44 على 33. قبل توحيد المقامين هناك إمكانية القيام بماذا؟ فعلا بالاختزال. ناقص 9 على 27 بعد عملية الاختزال تساوي ماذا؟ صحيح، تساوي ناقص 1 على 3، ثم ناقص هنا مع ناقص الأخرى بتعطينا زائد هكذا، ونختزل بكم؟ نعم، ب11 ستعطينا 4 على 3، وناقص 1 زائد 4 تساوي 3 على 3 اللي هي 1، وواحد عدد كيف هو؟ نعم، موجب، واحد أكبر من أو يساوي 0. إذن ماذا يمكن نستنتج بالنسبة لناقص 9 على 27 وناقص 44 على 33؟ صحيح، ناقص 9 على 27 أكبر من أو يساوي ناقص 44 على 33. الآن سنضيف ناقص 3x إلى الطرفين، وإذا أضفنا نفس العدد إلى طرفين متفاوتة فإن اتجاهها لا يتغير، ناقص 3x زائد ناقص 9 على 27 تبقى أكبر من أو يساوي ناقص 3x زائد ناقص 44 على 33، أي ونكتبها بالطريقة التي أعطيت لنا في بداية التمرين، أي ناقص 9 على 27 ناقص 3x أكبر يساوي ناقص 44 على 33 ناقص 3x. وهكذا حققنا ما هو مطلوب منا. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.